كلنا نعرف اليوم احنا في جائحة، والعمليات المترامية لشركة نفط الكويت يعني يتخللها كثير من الصعوبات اللي واجهوها عمال وموظفين الشركة، لكن لله الحمد يعني توجت مجهودات الناس المختلف، يعني خلينا نقول الموظفين والإدارات المختلفة والفرق المختلفة في مجموعة الاستكشاف باكتشافين مهمين اليوم لله الحمد. اكتشاف الحومة طبعا يأتي أهميته مثل ما قلنا أن احنا يعني صار أثناء فترة صعبة، فترة فيها ظروف صحية صعبة للعالم أجمع وإحنا متأثرين فيها. بناء على رؤية واستراتيجية شركة نفط الكويت لسنة 2040، وكان أحد أهدافها إدخال مكامن محتملة جديدة، ومنها على سبيل المثال المنطقة الشمالية الغربية لصحراء الكويت، وكان أحد أهدافنا اللي هي زيادة جهود الإنتاج واحتياطات النفطية للدولة. الهدف الأساسي هو تقييم المكامن المحتملة سواء كانت تحتوي على الغاز أو النفط، وبيان مدى جدواها الاقتصادية. عملية المسح الزلزالي الثلاثية الأبعاد لمنطقة حبرات علي بدأ المشروع ب 2016، ورغم الظروف انتهى المشروع خلال 6 أشهر فقط. الهدف الأساسي من هذا المشروع أن نحصل على بيانات وصور للخزانات الجراثية والخزانات الأعماق. مرحلة معالجة البيانات ثلاثية الأبعاد للمسح الزلزالي لمنطقة خبرات علي باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات المتوفرة لتحسين جودة البيانات ومعالجتها للوصول إلى أفضل النتائج. مرحلة التحليل الجيولوجي والجيوفيزيائي ومرحلة تقدير احتمالات. ساهمت هذه المرحلة بدراسة كل الاحتمالات الموجودة في هذه المنطقة لتحديد أفضل أماكن مناسبة للحفر. طبعا كبداية عشان نفهم طريقة تكوين التركيب الجيولوجي للخزان النفطي ومعرفة أعماق الطبقات بشكل أدق، كنا بحاجة إلى معلومات الآبار. بما أن هذه المنطقة كانت منطقة جديدة ما كانت فيها أي آبار محفورة، أقرب بير جراسي كان موجود بحقل الركسة، كان يبعد حوالي 22.3 كيلومتر، لكن اضطرينا نستخدم هذه المعلومات ونربطها مع المعلومات الزلزالية الموجودة عندنا، بالتالي إنشأنا خرائط تركيبية فادتنا بتحديد أفضل أماكن مناسبة للحفر. خلال تواجدنا في موقع حومة تبين لنا أن الموقع يقع داخل محمية أمنقة الطبيعية وبالغرب من ميدان الرماية التابع لوزارة الدفاع، وبالتالي تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة الدفاع لوضع اشتراطات وخطة لتسهيل عملية دخول آلياتنا وخروجها. ولله الحمد تم حفر البئر شهر 4 سنة 2020، وتم الانتهاء منه بشهر 9 من نفس السنة. فريق عمليات التغيير كان له دور مهم جدا أثناء الحفر، ومن ذلك خلال وصف الطبقات الصخرية والغازات المبعثة من الطبقات، وكان له دور أيضا في تحديد كل طبقة إلى أن وصلنا إلى العمق المطلوب، وأيضا إرسال التقارير الجيولوجية إلى جميع المشاركين والمهندسين في هذا البئر. بناء على نتائج الاختبار الأولية أيضا قد يتم التنسيق مع الفرق المعنية لضخ بعض السوائل الكيميائية لتحسين عملية تدفق النفط اللي راح نأخذها على أجهزة القياس لمعرفة كمية الإنتاج اليومي من النفط والغاز ورفع تقرير نهائي للإدارة العليا. من دخلنا عليه الأرقام من خلال السايزميك إلى يوم اللي حفرنا وطلعنا النفط أقل من 4 سنوات، وهذه تعتبر فترة قياسية من حقل يعتبر ما في أي عمليات، ودخلنا عليه بمسوحاتنا وبدراساتنا وحطينا ميزانية وودينا رقة هناك وحفرنا وأنتجنا ولله الحمد.